هنروح أيضا لإجراءات وقائية قانونية تحمي الملكية الفكرية، وحنروح للمساحة القانونية ونحكي اليوم عن حقوق الملكية الفكرية يلي هي تعتبر عاملا جدا مهم بموضوع التنمية الشاملة لجوانب الحياة، كما بتساهم بشكل كتير فعال بقيادة عجلة التقدم بأي دولة. اليوم إذا بدنا نضوي عن أبرز عناصر الملكية الفكرية فهي العلامات التجارية. رح نروح اليوم ضمن مساحتنا القانونية لنحكي عن أهمية هذا الموضوع بنجاح أي مشروع تجاري، وأيضا ضيفتنا راح تخبرنا استفسارات جدا مهمة ضمن القانون السوري رقم 8 لعام 2007. وضيفتنا لليوم هي المحامية رغد الصواف. يسعد صباحك أستاذ رغد. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا بحضرتك. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بالبداية خلينا نعرف مفهوم الملكية الفكرية وأيضا شو هي أنواع الملكيات. تمام. هلا المفهوم الملكيه الفكريه بشكل عام، الملكيه الفكريه من اسمها هي ابداعات العقل، فهي حقوق المبدع على اختراعه او مصنفه. في مصنفات ادبيه، في مصنفات فنيه، فهي حقوق المبدع على مصنفه او ابداعه. الملكيه الفكريه بتنقسم لقسمين رئيسيين اللي هي الملكيه الصناعيه والملكية الأدبية. الملكية الأدبية بيندرج تحت حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لحق المؤلف، والملكية الصناعية اللي هي كمان بيندرج تحت رسوم ونماذج صناعية، المؤشرات الجغرافية، براءات الاختراع والعلامات التجارية اللي رح تكون هي موضوع حديثنا لليوم. طيب خلينا نروح للعلامات التجارية. تمام. والعلامات الفارقة، واليوم انت هيك حابة تضوي وتعطينا صورة أوضح عن هاي النقطة. العلامات الفارقة هلأ هي تعريفها بالقانون رقم 8 لعام 2007، هي كل إشارة أو رمز بتميز منتج أو خدمة بيقدمها شخص طبيعي أو اعتباري، يعني شركة. ممكن يكون هذا الرمز هو عبارة عن رسم، اسم، دمغة، رسم نافر، نقش، شعار، اي شيء بيدل على العلامه. طبعا يعني هذا الرسم او الاسم بيختاره صاحب العلامه بما يخدم علامته التجاريه ليقدر يوصل للناس. فالفكره كثير سمعنا بمفهوم الهويه البصريه بالفتره الاخيره. تمام. فهو انه يعمل التاجر او الشخص الطبيعي لحاله هويه بصريه، بدها تكون العلامه التجاريه مدركه بالبصر. بس بدنا ننتبه لما بدنا نحمي علامة تجارية أو لما بدنا نختار علامة تجارية ما تكون مخالفة للنظام العام والآداب، ما تكون إلها علاقة بأعلام أو رسوم إلها علاقة بدول، يعني وبعيدة عن الشيء له علاقة بالمنظمات الدولية. هدول أساس هدول ما بينحموا، حتى الدلائل الدينية. تمام. هدول ما بينحموا الأمور ذات الصبغة الدينية، هدول كمان ما بينحموا. وكمان بدنا ننتبه لأنه ما تكون مشابهة أو مطابقة لعلامة تانية كان عم يستعملها حدا على نفس المنتجات بغير يعني استعمال سابق لنفس المنتجات. طيب خلينا نتعرف من حضرتك عن الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامات التجارية وأيضا تسجيل العلامة ونشرها وتجديدها. تمام. هلا أول شيء ملكية العلامة تكتسب بالتسجيل. هو الخط الصح انه الواحد يروح يسجل علامته التجاريه ليحميها، لانه هي الاثر المنشئ لاستخدام العلامه. يعني ممكن حدا مثلا يكون عم يستعمل علامه تجاريه او اسم بشكل سابق وما انه مسجله وما انه حامي، واجا شخص اخر استخدم نفس الاسم لنفس المنتجات، هون بصير طبعا في اجراءات قضائيه نحن هلا حنحكي فيها لاحقا. فتكتسب ملكيه العلامه بالتسجيل. النظام المتبع عندنا بسوريا وفقا للقانون هو نظام الفحص والنشر. بيقوم مالك طالب العلام، طالب التسجيل او صاحب المصلحه بيتوجه لمديريه حمايه الملكيه الصناعيه والتجاريه ووزاره التجاره، بيقدم طلب مرفق بالثبوتيات اللازمه يلي من ضمنها الايصال المالي. طبعا القيمه محدده بالقانون وبتختلف من فتره لفتره. هلا من جديد كان صار في رسوم جديده. بيقدم الطلب مرفق بالايصال المالي، مرفق بالثبوتيات اللازمه يلي هي ممكن تكون السجل التجاري، شكل العلامه، لون الالوان، الكتابه، ممكن تكون مكتوبة بالأحرف العربية أو الأحرف الأجنبية. بس طبعا في شروط، بدهم يكونوا مكتوبين بنفس الحجم وبنفس السوية وعلى نفس الخط بحيث أنه ما تبين الكلمة العربية أكثر من الكلمة الأجنبية. بده يرفق الترجمة إذا كان في أحرف أجنبية للعلامة. هلأ مو بالضرورة يكون إلها معنى، بس أنه حتى يعني مرات بينكتب بالترجمة أنه لا معنى لها. هي من الثبوتيات اللازمة. بده يرفق سجل تجاري إذا كان عم يقدم خدمة، عفوا منتج، فهو بده يكون تاجر فبده يرفق سجل تجاري.
بيتقدم الطلب لمديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية، بيتسجل بسجل خاص بيوم وساعة ورقم، بيعطوا رقم لصاحب الطلب، بيراجع فيه بعد فترة. هلا بهي الفترة الإجراءات اللي بتصير إنه بالمديرية بيقوموا بفحص العلامة، في عنا فحص إجرائي، في الإجراءات فحص شكلي وفحص موضوعي. فحص الشكلي هو متأكد من الثبوتيات اللازمة والبيانات اللازمة يلي تقدمت، إنه في حال كان ناقص شيء أو لا بيطلبوا من صاحب الطلب إنه يستكمل. والإجراءات الموضوعية يلي هي بيتأكدوا إنه العلامة هو هذا الفحص الموضوعي، بيتأكدوا إنه العلامة ما حدا أخذها من قبل، غير مستعملة على نفس الفئة من المنتجات. طبعا فئات المنتجات هن حسب التصنيف الدولي للسلع، تصنيف نيس يلي سوريا هي عضو اتفاقية نيس. مهمة، بيتأكدوا إنه هيدي العلامة ما حدا أخذها سابقا لنفس المنتجات لنفس الخدمة. هلا بيطلع قرار المديرية إما بالقبول أو بالرفض المعلل أو بالتعديل. تمام، ممكن يصير في تعديل بمعنى تمييز، يعني بيطلبوا من صاحب الطلب انه يميز علامته، اما يعني ممكن مثلا يضيف عليها اسم عائلته، ممكن يضيف عليها اسم اي شيء له علاقه بالخدمه او المنتج اللي بده يقدمه. بيطلع قرار المديريه، اذا بالرفض بحق له صاحب الطلب انه يعترض على قرار المديريه بالرفض خلال 30 يوم من تاريخ تبليغه. بتنظر بالاعتراضات لجنه برئاسه قاضي مستشار وحدا ومعاون وزير مختص والمسؤول القانوني بوزاره التجاره بمديريه حمايه الملكيه، وحدا من وعضو من اتحاد غرف التجاره وعضو من اتحاد غرف الصناعه. بيطلع قرار. هلا اذا اكدت اللجنه قرار المديريه بالرفض بحق له طالب التسجيل يروح للمحكمة المختصة. رح نحكي هلأ لاحقاً بالإجراءات بالمحكمة المختصة. وإذا كان بالقبول بنروح للمرحلة الثانية اللي هي النشر. بيتم نشر العلامة بجريدة اسمها جريدة حماية الملكية الفكرية، هي موجودة بمديرية حماية الملكية الفكرية. بيتم النشر لمدة 90 يوم. لكل حدا بده يعترض على علامة بحق له يعترض خلال ضمن مهلة التسعين يوم، إذا بتنسه تمام، إذا بتنسه مشابهة أو تطابق تمام. بحق له يعترض على العلامة خلال هاي الفترة اللي هي فترة النشر اللي هي 90 يوم. إذا ما صار أي اعتراض هون بنكمل الإجراءات اللي هي إجراءات التسجيل في رسم ثاني للنشر، وبيتم تسجيل العلامة وبيحصل مالك العلامة على شهادة. هلا ليكي رح أقول لك شغلة، هي صح إجراءات شوي كتيرة بس هي المدى بصراحة طويلة. تمام، بالأخير بياخد شهادة مسجل فيها اسم المالك، الفئة اللي محمية عليها الخدمة أو المنتج اللي عم يقدمه، تاريخ التسجيل. العلامة بتنحمى لمدة 10 سنوات من تاريخ التسجيل وليس من تاريخ القرار، من تاريخ التسجيل. 10 سنوات قابلة للتجديد إلى ما لا نهاية. يعني الشيء اللي عم تذكريه هو خلينا نقول بعد كل هاي الرحلة بالإجراءات والتأسيس والرفض والقبول إلى آخره، إذا تم قبول هاي الملكية اليوم القانون شو بده يقدم لهذا الشخص؟ هلأ مالك العلامة بحق له الاستعمال والاستغلال والتصرف. يعني بيستعمل علامته مثل ما هو بده، بحق له يرخص لغيره باستعمال العلامة طبعا ضمن شروط محددة وضمن عقد يسمى عقد ترخيص، بده يكون فيه مذكور فيه مدة استعمال ترخيص باستعمال العلامة، انه يستعمل العلامة مثلا على منتجات معينة، ممكن يكون على نفس المنتجات يلي محمية عليها العلامة او على جزء منها. وبده يكون طبعا العقد موثق قبل المدير، من قبل المديرية. بيقدر صاحب العلامة يتنازل عن ملكية العلامة للغير لشخص ثاني. تمام، وبيقدر يبيعها، بيقدر يرهنها، بيقدر بتنتقل بالإرث يعني للورثة. هلا الفكرة إنه أي تعدي على العلامة بغير هالطريق هذا يؤدي لإجراءات قانونية قضائية، محاكم. تمام، محاكم أمام أي محكمة؟ في محاكم جزائية ومحاكم بداية مدنية. نعم تمام. اليوم فكرة سرقة العلامة التجارية فكرة شائعة، يمكن مو بس عنا بسوريا، بكل أنحاء العالم. اليوم أصحاب العلامة أو التجار اليوم أو أصحاب المهن اليوم كيف بيقدروا فعلا يحموا علامتهم التجارية أو المهنة اللي هنن فيها ليواجهوا هذا الغش التجاري، هذا المرحلة فينا نقولها قبل ما يروحوا لمرحلة التسجيل التجاري أو تسجيل العلامة؟ وذكرتي من شوي حضرتك أنه يمكن مو دائما الشخص اللي مسجل هو اللي ممكن يكون محمي، الشخص اللي مستخدم العلامة أكثر. خلينا نحكي شوي. تمام، هلأ في حال أنا مثلا كصاحب علامة تجارية اكتشفت أنه في حدا عم يستعمل علامتي، نفس العلامة اللي أنا عم يعني اللي أنا هلأ سجلتها، بروح بدعي أمام القضاء.
هون قرينة إثبات الاستخدام تقع على المستخدم الأسبق يعني أمام القضاء. طبعا يجوز الإثبات بكل طرق الإثبات مقررة بالقانون، يعني ممكن بالشهادة، ممكن بأي طريقة من طرق الإثبات مقررة بالقانون، بيقدر يثبت صاحب الاستعمال الأسبق أنه هو عم يستعمل العلامة بشكل أسبق، تمام، أنه هو اللي مستعملها قبل لو ما سجلها. طب كيف بيستخدمها بدون تسجيل طالما في قانون اليوم؟ لأنه تسجيل العلامات هو جوازي وليس وجوبي، القانون ما ألزمنا بتسجيل العلامة، وبس يعني هو حماية أكثر للشخص، هو أنه يسجل علامته ليحافظ عليها. تمام. طيب ذكرتي نقطة أستاذة أنه اليوم إذا تم الرفض يعني بيقدر الشخص يستأنف أو ينقض بالقرار، اعتراض أمام لجنة برئاسة قاضي اسمها اعتراض لجنة قاضي. كيف بتصير هي الإجراءات وشو نهايتها يعني بعد هي الرحلة الطويلة من الاعتراضات؟ بيتقدم الطلب للمديرية، لمديرية حماية الملكية، بتنظر اللجنة بالطلب، إما بتصدق قرار المديرية برفض تسجيل العلامة أو بتخالف قرار المديرية وبتعطي صاحب الطلب الحق بتسجيل العلامة. هلا إذا أخذ حق بتسجيل العلامة مشينا بنفس الإجراءات اللي حكينا فيها تبع إجراءات النشر وإجراءات يعني استكمال الوثائق الثبوتية اللازمة لا نوصل للشهادة. هلا في حال اللجنة وافقت يعني صادقت على قرار المديرية برفض تسجيل العلامة، هون بيلجأ للقضاء المدني المختص. نعم. بيطلب إلغاء العلامة، إما إلغاء العلامة السابقة في حال كانت بتتعارض مع علامته، وطبعا الإجراءات المدنية يعني هون قرار القاضي بيطلع إما بالإلغاء أو بالشطب، وإجراءات تانية ممكن بإيقاف الاستيراد، استيراد هاي المادة أو هيدي المنتج يلي بيخالف يعني يلي بيخالف الشخص المعترض على العلامة. تمام. رحلة. هلا في إجراءات جزائية كمان لما في محاكم جزائية مختصة بموضوع العلامات التجارية، لما بتروحي أنت على السوق وبتلاقي منتج محطوط عليه علامتك التجارية وهو ماله المنتج تبعك، بتقدري تروحي تقدمي ادعاء للنيابة العامة أو لمديرية حماية ملكية التجارية والصناعية. طبعا النيابة بيرجعوا بيحولوها للمديرية بحسب الاختصاص أو بالمديرية، وبتطلع ضابطة عدلية بيضبطوا المنتج وبيعملوا الضبط اللازم وبياخذوا المواد الجرمية أو المادة يعني اللي مسجلة عليها العلامة المزورة. تمام. وممكن تتحول للقضاء، كمان بيطلع القرار بالقضاء، ممكن في حبس قرار القانون، حبس تشميع او تشميع ممكن ممكن اتلاف المادة، وقرار القانون عقوبات صارمة يعني في حبس من شهر لثلاث سنوات، وفي غرامة ممكن تتراوح بين 500 الف للمليون ليرة. طب اليوم كمواطنين يمكن نحن ما فينا دائما ندرك انه في تشابه يمكن بنوع من الأدوية، بأي نوع من الأشياء اللي بنستهلكها، يمكن نجيب الشغلة نفس العلامة التجارية نفس، بس نحس انه في اختلاف بالمنتج، اختلاف بالمضمون. اليوم نحن بنقول يمكن غاشين او مغيرين او صاروا يغشوا فيها. اليوم كيف بيقدر فعلا حتى المواطن يساعد بهي القصة، انه نحن اليوم عم نكتشف هاي الاشياء حتى كقانون اليوم كيف بيقدروا فعلا يكافحوا هذا الشيء بطريقة اكبر؟ هلا اول شيء انا كمواطن لما بروح باخذ المنتج غير المنتج انا بعرفه، بروح بخبر صاحب المحل او الشخص اللي اشتريت من عنده انه في مشكلة هون يبدو، ومثل ما عم قلك بس نكتشف شيء هون بيتحرك بقى صاحب العلامة وبيتوجه للضابطة العدلية، بيقدم طلب شكوى، بيتوجه للضابطة العدلية وبيطلع وبيضبطوا فورا. وعلى فكرة هاي الإجراءات موضوع انهم يضبطوا وتطلع ضابطة يعني يضبطوا المنتجات، يعني هي إجراءات سهلة نوعا ما، ما كتير بتاكل وقت وبصراحة ما أنا كتير مكلفة يعني. طيب اليوم مثل ما نحن ناخذ نصائح طبيه وقائيه من الامراض من اي شيء بحياتنا، ايضا اليوم في نصائح قانونيه جدا مهمه، ان كان للشخص اللي عم بيروح لتثبيت ملكيه فكريه او حتى كان للمستهلك اللي متعود انه هو ياخذ صنف معين. اليوم قانونيا شو اهم النصائح اللي بتحبي تقدميها؟ اهم شيء انه انا لما بعمل لحالي خط سواء انتاجي او خدمه عم اقدمها، أهم شيء أنه أنا أحمي اسمي التجاري، لأنه اسمي التجاري هو يعني إذا تم الحفاظ عليه صح هو اللي راح يوصلني للمكان اللي أنا بطمح له بالنهاية، لأنه أي حدا عم يبلش بمشروع جديد أو طريق جديد أكيد هو بالنهاية بده يوصل يعني بباله أنه يوصل لمكان، لهيك الأفضل أني أنا أحمي أحمي حالي، يعني ما حدا يجي يستخدم اسمي منتجي يحط اسمي على منتجات ما أنا صح يعني مو مثل اللي بنتجه. وأنا كمستهلك كمان مفروض أني بس حس انه في شيء مثل ما حكينا انه حس في شيء ما صح بروح بخبر صاحب المحل اللي انا اشتريت من عنده لا يوصل الكلام لاصحاب العلامه التجاريه.
طيب فينا اليوم نحط انه دائما الاسم ممكن يكون في تشابه او الاسماء الشائعه كثير ممكن نحن اليوم نقول مو دائما فيكي تدركيها يعني ما بدها اصحاب اختصاص ممكن الاسم يكون مقبول كعلامه تجاريه لاصحابي حتى لو كان الاسم من الاسماء الشائعه ممكن يكون اسم رسم بس مو ممكن يكون مثلا خلينا نقول مثلا مؤشر جغرافي مثلا الورده الدمشقيه الورده الشاميه هدول قصص لا ما بتنحمى بس ممكن يكون اسم ممكن يستخدم اسمه واسم عائلته ممكن احيانا الشخص مثلا يحط الاسم يكون الاسم مشابه لاسم ثاني لنفس المنتج يميزه باسم عائلته طيب اليوم السيدات او الصبايا اليوم الهاند ميد كثير من تشير والاكسسوارات وعم يصير تقليد عم يصير في تشابه اليوم كمان كيف عم يقدروا يحموا هدول القصص سجل تجاري بنروح لمديرية حماية الملكية الصناعية والتجارية وبنمشي بنمشي الشكل يكون الاجراءات تماما يلي حكينا فيها بده يكون في له وكيل محامي وكيل مسجل لدى وزارة التجارة وبيحموا وطبعا هو هذا الحل الاسلم يعني هو السجل منيح بيقدر الواحد يطلع منه قرض يبلش مشروع صغير شكرا استاذه هند لحضورك ولك المعلومات القانونيه اللي ذكرتيها ودائما نحن بنقول القانون وضع لحمايه المواطن شكرا لحضرتك اكيد شكرا لك وللمعلومات اللي قدمتيها بقيه نهار حلو